انا ندوي لك دابا نشرح لك الطريقه ديال التكفين ديال الرجال. الرجال الكفن هو هذا، الراجل كيتكفن في ثلاثه ديال الطرف، هانتينا الا شتي الطرف الاول والطرف الثاني والطرف الثالث. انا كنبصل الكفن هنايا في داري، شي داك الكفن اللي كتشوف حداك غادي نلبسوه سواء بغيتي ولا كرهتي، لا انتين ولا انا ولا لاقور ولا لاقور، سواء بغيتي ولا كرهتي، لا انتين ولا انا ولا لاقور ولا لاقور. حسيت براسي بحال اللي كنت في الظلام وخرج للنور، كنت كنفكر في الموت. وليت لطريق الله وساليت من الميدان الفني بتاتا، وساليت من الميدان الفني بتاتا. حسيت براسي وليت انسان، بيني وبينك بحال كنت حيوان وليت انسان. مي بيان سور كاينين مشعوذات ومشعوذين تبيعوا داك الماء، كاينين مغسلين كيترشاو بفلوس صحيحه. البداية ديالي للا كانت بعيدة كل البعد على هذا المجال ديال العمل الخيري والأموات. أنا كنت يعني فنان، كنت مغني، كان حي سهرات وأعراس الحفلات المغربية ديال الأسر المغربية. البداية ديالي من مدينة فاس، ومن بعد انتقلت لمدينة طنجة. خديت المشعل على الوالد ديالي الله يذكره بخير، ويعني كانت وقعت له واحد الوعكة صحية، ومن بعد يعني خديت المشعل عليه واستمريت في الميدان الفني لمده ديال 14 ولا 15 سنه. تو كنتفاجئ بواحد الوعكه صحيه اللي وصلت فيها للموت، يعني شفت الموت بعينيا. جاني المرض على غفله، يعني مرت واحد المرض يعني صعيب بزاف، يعني بحيث وصلت للموت. هو تقريبا انا نقول لك شهرين ولا 3 شهور صحيحه وصلت فيها للموت. كنت كنفكر في الموت. اول حاجه كيمرض الانسان وكيوصل لواحد الدرجه اللي يعني مهمه في المرض، تيبدا يفكر في الموت. صافي، هذا هو التفكير ديال اي مريض كيما بغى يكون نوعه. الحمد لله هذاك ابتلاء، هذاك ابتلاء، انا ما كنعتبروش مرض، هذاك ابتلاء من عند الله، وهذاك اعلان من عند الله تيقول لي هذا اعلان، هذا انذار باش تولي لطريق الله. وكانت المبادره وخديت المبادره على عاتقي وليت لطريق الله وساليت من الميدان الفني بتاتا. رغم المغريات، رغم الماديات، رغم بزاف الحوايج، رغم الاضواء، رغم الشهره، رغم المغريات كما قلتي الماديه، حسيت براسي بحال اللي كنت في الظلام وخرج للنور. يعني فاش خديت هذه المبادره وفاش اتجهت لطريق الله وتبت وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى يقبل التوبه ديالي ويجعلها خالصه لوجهه تعالى، حسيت براسي وليت انسان. بيني وبينك بحال كنت حيوان وليت انسان. يعني كان الانسان ليل ما هو نهار ونهار ما هو ليل، ويعني الحياه ما كناش كنصلي وما كناش كنعرفوا الله حق المعرفه، يعني ميدان يجر الى ما زعما الصراحه. الله الله يعفو على الجميع، الله يعفو على الجميع. ملي وصلت للوعكة الصحيه خديت المبادره وقلت جلست مع الوليدات ديالي مع الزوجه ديالي، قلت لها نقول لك واحد القضيه. قالت لي شنو؟ قلت لها انا هادي نسالي من هذا الموضوع كامل، هذا الميدان الفني كله هادي نسالي منه. قالت لي باش هنعيشو، راك عارف الاسئله ديال المراه كيفاش هنعيشو، كيفاش يعني نستمروا في الحياه، المصروف اليومي للوليدات، مع انا عندي ثلاثه الوليدات والرابع راه جاي في الطريق ان شاء الله بحول الله، الله يبارك فيك. يعني هادي في حد ذاتها أسئلة طبيعية، ولكن لا ما خدامش، ولكن هذا في حد ذاته راه تحدي بالنسبة لي. أكيد. يعني تحدي، يعني باش الإنسان يأخذ واحد القرار اللي كيتعلق بالحياة دياله راه ماشي سهل. ومع ذلك في ذاك الساعة في ذاك اللحظة كانت تيبان لي ناخذ هذا القرار وربي كبير، وفعلا الحمد لله ربي وفقني بمساعدة إخوان وأصدقاء ديال اللي معايا هنايا في مدينه طنجه، منهم واحد السي مصطفى، واحد الامام الله يكثر خيره، حتى هو ساعدني وحتى هو يد لي يد المساعده، ودخلت لعنده والبيت الله صلينا، كنت مازال عاقل، صلينا العصر وجلست عنده. قلت له السي مصطفى جيت ندوي معك، ها شنو كاين وها شنو كاين. هذيك اول معرفه ديالي مع السيد باش هادي يعرفني في الميدان الفني. قلت له ها شنو كاين وها شنو كاين وها شنو كاين، وها القرار اللي خديت، والله يجازيه بخير. يعني نصحني وقال لي هنيئا لك وخذا بيدي وبقات صادقه الحمد لله حد الان. دابا هادشي اللي كنعاود لك راه دابا طالع تقريبا في سنتين شهرين وانا في الكلينيك، كان عندي التونسيون تيطلع حتى ل 26 24، يعني صافي حالات الموت ما كاينش تخرشيش، دقات القلب مرتفعين. كنمشي للكلينيك يشوفني الطبيب ديال القلب تيقول لي عندك دقات القلب يعني فوق
يعني كان تنبيه من عند الله. يعني انا تنقول لك يعني هذه دابا تقريبا عام ونص باش وقعت لي هذه المساله هذه. يعني هذا الشيء اللي عايشه دابا حاليا فضل من الله سبحانه وتعالى. اما اللي في حالي وفي الحاله اللوكا اللي كنت فيها ديال هذه عام ونص كان خصو يكون في الرافق الاعلى، ولكن الاعمار بيد الله. القيت انتقادات كثيره وكثيره وكثيره، يعني حديت ولا حرج. لقيت انتقادات حتى من الاسره ديالي الصغير، يعني باش ندوي معك بصراحه، انتقادات علاش تسالي من الفن، علاش تتجه لهذا الميدان، علاش يعني ماشي انت اول واحد كيمرض، الناس كتمرض وكتستمر، يعني كتساير الظروف المعيشيه ديالها. يعني لقيت انتقادات كثير. هذه الفكره لاله جات، انا قلت لك يعني فاش وصلت لمرحله المرض الشديد ولا كيبان لي يعني نتجه لطريق التوبه. يعني اولا نعرف بان الله حق، هذه اول نقطه. يعني نعيد الملفات ديالي مع الله سبحانه وتعالى، لان كنت ماشي في واحد الطريق ودابا رجعت لواحد الطريق. يعني صعيب، خديت قرار باش نعيد الملفات ديالي مع الله. اولا يعني واضبت على الصلاه وعلى صلاه الفجر وعلى المساجد وعلى يعني اوقات صلاه الفرائض فوقتها، الصيام وليت كنصوم الاثنين والخميس. ما كنبغيش نقول هادشي باش ما نزكيش نفسي مع الله، الله يجعله في الميزان المقبول. جابت الهضره وهذا، بغيت ناخذ مبادره ديال الخير، بغيت ندير شي حاجه للخير، شي صدقه جاريه اللي الى جاب الله وتوفيت وقضى الله العمر نكون على الاقل كفرت في داك الشيء اللي فات. والله كبير سبحانه وتعالى، الله غفور رحيم. انا عارف بان الله باب التوبه مفتوح الحمد لله، وتنطلب من الله يقبل توبتي. شي داك الكفن اللي كتشوف حداك هذه اللي لبسوه سواء بغيتي ولا كرهتي، لا انتين ولا انا ولا الاخر ولا الاخر. اذا علاش كنهربوا من شي حاجه اللي هي جايه؟ انا تغسيل وتكفين الموتى من اسهل ما يكون. انا كنت في الاول ما نقول لك شيء، يعني جاتني في الاول شويه ما بيان سيغ، جاتني في الاول صعيبه، ولكن الحمد لله كنت كندخل لعند الميت وقبل ما كنشد في الميت تنطلب تنقول يا ربي لما تعاوني على هذا الميت. في كل جنازه تنقول يا ربي عاوني على هذا الميت باش نوصلو ندير له الشروط ديال التغسيل والتكفين على ما يرام وعلى ما على يعني على السنه النبويه الشريفه. ايوا شنقول لك، اول جنازه ديالي يعني فاش خديت هذه المبادره وبديت كنغسل وتنكفن، مشيت خديت بعدا اولا درت لي كارت فيزيت، يعني درت التليفونات ديالي، درت العنوان ديالي، درت الاعلان ديالي في وسائل الاعلام، في عبر مواقع التواصل الاجتماعي باش يعرفوني الناس وباش يتصلوا بي الناس، لان يعني بدون وسائل بلا اعلام ما يمكنش شي واحد يعرفك. اول جنازه، شوف سبحان الله العظيم ومازال عقل عليها، اول جنازه كتجيني تيتصل بي انسان في 8:30 ديال الصباح، مات لوليده في عمره 4 شهور، مات لماه في مستشفى محمد الخامس. اتصلوا بي هذيك اول جنازه، هذه نغسل وهذه نكفن. شوف حتى سبحان الله العظيم، حتى الله سبحانه وتعالى، وانا يمكن قريتها هكا، يعني اعطاني هذه اول جنازه سنقول لك، يعني صافت لي داك الوليد سهل لي فيه، وكنت كنطلبها من الله سبحانه وتعالى. كنت نقول يا ربي عاوني على اول جنازه هذه تجيني، راه ماشي سهله. ما تنقول لكش زعما راه سهله، ولكن بالممارسه يعني الممارسة اليومية، ودابا تبارك الله ولا لا بركة في الموت، ولا الجنايز بزاف، 6-7-8 الجنايز في النهار، حتى 10-15 الجنايز في النهار، في الظهر وفي العصر. هذيك أول جنازة جاتني كنت كنطلب من الله باش يعاوني، أعطاني الله داك الصبي صغير، يعني بحال تقول فيه طيرت الدهشة، طيرت الخلعة. كورونا هذه من الحالات اللي وقعت لي مؤخرا، هذه تقريبا أنا نقول لك بالضبط هذه 5 شهور تقريبا. مشيت لعند واحد السيد، انا جالس هنايا في الدار مع صلاه المغرب والتليفون صون عندي، صون عليا واحد السيد قال لي راه اجي لعندي الله يكثر خيرك تشوف لي الوالد، ما عرفت واش مات ولا عايش. المهم الوالد ديالو كان اولا فيه كورونا، ثانيا عنده لاباريد القلب مركبها، ثالثا راجل كيدير 96 عام. قال لي راه غايب في غيبوبه هذه يومين، ما عرفناه واش مات ولا عايش. الولاد ديالو مساكن ما فهموش الموت، يعني الموت ماشي كلشي تيفهم الموت، يمكن يموت لك السيد في الدار او يموت اي واحد في الدار، ما تعرفوش واش ميت ولا غايب او لا في غيبوبه. راه بعض الخطرات الاطباء تيوقع لهم اختلاف في هذا الموضوع هذا.
مشيت هزيت الطوموبيل ديالي مشيت عند السيد دخلت لعندو لقيت باه فايق. قال لي سبحان الله العظيم يلا فاق دابا عاد. قال لي راه هاد يومين هو غايب. قال لي يلا فاق. دخلت لقيت السيد كيدوي ولكن غايب من فايق من الغيبوبه كي بحال اللي تنقولوا حنا كي كيهترف تيقول شي حوايج اللي لا محل لهم الاعراب. الله ي... وقلت له السيد بك هو حي يرزق علاش حيتي لي انا ما عندي في هذه الحاله ما ندير. قال لي وصافي الله يكثر خيرك سمح لي على الديرونجمون هذا الا كان شي حاجه تنعيط. لا قلت لي عيط لي في الوحده الليل مات با في الوحده الليل عيط لي. قال لي الوالد راه توفى. قلت له واش سي سيغ تاكدتي بان الوالد توفى ولا عاود تجيبني لعندك؟ قال لي انا تنقول لك الوالد راه توفى 100%. فعلا لقد ليه في 8 ونص هزيت الطوموبيلتي مشيت لعندو لقيت فعلا بان الوالد ديالو توفى ومع ذلك الوالد ديالو فيه كورونا. لا الناس ديال كورونا الناس ديال كورونا كيتغسلوا بطريقه ديال الطبيب تيجي الطبيب وتيهزوهم تيديوهم لامور. هذاك السيد فوقاش حنا اكتشفنا بانه كاينه كورونا حتى غسلنا حيت الاولاد ديالو ما بغاوش يقولوا لنا بانه بان باهم فيه كورونا. علاش؟ باش ما يهزوش الناس ديال الصحه ويديوه ويغسلوه عندهم ويكفنوه عندهم فهمتيني. يعني كاين واحد شويه الاجراءات يعني ما غادي تدفنش باهم داك النهار ما غادي تغسلش فهمتيني. الناس ديال كورونا بوحدهم. ومع ذلك الحمد لله انا سواء بكورونا ولا من غير كورونا سناخذ يعني الاحتياطات الوقائيه اللازمه. فاش كتدخل لدار الجنازه وكتشوف الميت حداك وكتغسلو وكتكفنو كتبقى دائما يعني شاد الطريق المستقيم ما تعمل لها ولاها لان كتشوف الموت حق ما فيهاش تخرشيش. طحت في جنازات كثيره عديده من هذا النوع اللي كتقول لي بحيث كتلقى الوفاه ديال باهم ولا ديال خوهم يعني واحد من الاسره الصغيره ومن المقربين والله ما كيسلموا عليه. انا فاش كنكفن وكنجي كنسالي بالتكفين تيخصني نسد الميت راسو قبل ما كنسد له الراس بما كنغطي له على راسو تنعيط للاسره ديالو تنقول لهم بون انا ساليت اجيو تسلموا مع باكم او مع اخوكم او مع شوف يعني. قبل ما طحت في عديد ديال الجنائز اللي تيقول لك ما نسلموش عليه يسد والله القسم يعني من الناس المقربين. كان جا عندي واحد السيد يلا يلا حيت حنا دابا حاليا كنغسلوا عندنا مغسل ولاو مغاسل جداد كانوا شحال هذيك كنا كانوا الناس كيغسلوا على الارض كيحط المغسل على الارض وتيغسل وهذاك الماء تيهبط مع القواطس. دابا لا دابا ولا المغسل عنده رجلين عالي يعني تنغسلوا الميت وحنا واقفين فهمتيني. المغسل واقف عالي علينا واقفين وعندو المغسل عنده طوبو كتعيطوا له الطوبو حنا كنعيطوا القادوس يعني بحال القادوس ديال لافابو هابط منه الطوبو وهذاك الطوبو كيكب في واحد البانيو من التحت. هذاك البانيو هو اللي كيجمع داك الماء الغسول فهمتيني. هذاك الماء الغسول انا ساليت غسلت السيد وساليت ودخلت عندي واحد السيده قالت لي الله يعطيك السر هذاك الماء ما تلوحوش ما تهرقوش راني محتاجه. انا في الاول ما ديت ما جبت يعني وكما قالت ليش كنت نخلي البانيو ونمشي في حالي يعني هذاك ماشيش غالي ولكن هي سبحان الله العظيم بحال جات بحال جيتي وعطيتيني بسقله. قلت هاد السيده علاش قالت لي هاد الماء خصو ما تهرقوش؟ اذا هادي شي حاجه كاينه. قلت لها لا هذاك الماء خصو يتغسل وخصو يتهرق وانا نهرقو بيدي. ودخلنا في مشاجره ثانويه ما بغاتش تخليني هذا ويعني حتى وصلنا لواحد الدرجه ديال بدينا كنتغاوتوا. قلت لها شنو الله يقرب هذا الله اعلم القرابه الميت واش نقول لك. دابا حنا ملي كندخلوا لدار الجنازه دار الجنازه كتكون مخلطه ما كتعرفش بنته من خوه من عموه من جارته يعني اذا تيكونوا لا كاينه ومتداوله كاينه ومتداوله. المغسل اللي خصو يكون كما تنقولوا جونتي في دماغو من بعد ما تسالي اولا حنا كنغسلو انا اعوذ بالله من قولت انا تنغسل دائما كنغسل وتيكون معايا فرد من الاسره ديال الميت هذه كنشرطها على دار الجنازه. علاش لهاد الاسباب هذه كيكون تيكون المساعده ديال داك السيد كيساعدني لان بعض الخطاس كنطيحوا في ميت تبارك الله لا بركه في الموت سمين او غليظ ما يمكنلكش تهزو ما ينقدش نهزو بوحدي ما نقدش نقلبو بوحدي ما نقدش فهمتيني بزاف الحويجات تيكون واحد الانسان من 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 من, من يعني من دار الجنازه اللي كيساعدنا في هاد المسؤوليه هذه من ناحيه ومن ناحيه واحده اخرى تيحضر على داك الماء ديال الغسول
فاش كنسالي انا تنقول له الله يكثر خيرك اجي معايا نخويو هذا الماء ديال الغسول، لان انا خديت على عاتقي باش داك الماء ديال الغسول نبقى نصرفو بيدي ما نخليهش لدار الجنازه، لان تيوقع فيه البيع والشراء وتوقع فيه ما تيوقع فيه بزاف د الحوايج. هذه من يعني هذه نقطة بزاف الناس كيجهلوها. كاين المشعوذات كتطلب داكشي، كتقول سير جيب لي هذا من الدخول هذا. مي بيان سور كاينين مشعوذات ومشعوذين تيبيعوا داك الماء، كاينين مغسلين كيترشاو بفلوس صحيحة، كيترشاو فلوس صحيحة صحيحة، ماشي حسن الخاتمة نقولها لك، ولكن سوء الخاتمة ما نقولها لكش. باش ندوي معاك، صادفنا حسن الخاتمة وصادفت سوء الخاتمة. شي حاجة ما تنساهاش. ما يمكنليش نقولها لك. اسمح لي زعما كنعتذر ما يمكنليش نقولها لك، لان هادو تيبقاو حويجات يعني من يعني من الشروط ديال المغسل، يعني خصو يستر على الميت. حسن الخاتمه انا نقول لك طحنا في يعني في طحنا في مواقف عديده ديال حسن الخاتمه. اولا حسن الخاتمه كتلقى الانسان حرير، ما كتلقاش الشخصيه، ما كتلقاش المتوفى معود فهمتيني، يعني كتلقاه حرير. شنو معنى حرير؟ كيما درتي له كيدار معاك، قلبتيه هكا تيتقلب معاك، عملتي له هكا كيتقلب معاك، الجسم ديالو صافي بيض سيفتو مبشوره، يعني ضاحك الله سبحانه وتعالى، يعني وجوه مستبشره، وهذا هو حسن الخاتمه. وطحنا في سوء الخاتمه، الله يغفر لهم، الله يعطينا حسن الخاتمه اجمعين. شنو نقول لك، حنا دابا حاليا انا ما بقيتش منحاصر ما بين التغسيل والتكفين ديال الاموات. حقيقه لا باز هو التغسيل والتكفين ديال الاموات، ولكن اتجهنا يعني توسعنا شويه ولينا كان هادشي بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المحسنين. يعني حنا كما كتعرفي الماديات، انا انسان على قد الحال، ما يعني فاش ساليت من العمل الفني وليت انسان بسيط الحمد لله، ما خصناش وما عندناش وما عطالينش الحمد لله، ولكن اتجهت للاعمال ديال بناء المساجد في المناطق النائيه، ولينا كنصلحوا المساجد، ولينا كنديو لهم المغاسل، الكفونه، يعني المحامل. عندنا واحد السيد هنا الله يجازيه بخير، حتى هو من المحسنين اللي كيعطينا المغسل والمكفاه والمحمل، وحنا كنوصلوا لبعض المساجد اللي بعادين بزاف، اللي ما عندهمش مساجد في قرى نائيه اللي كيفتقروا لابسط الاشياء، ما عندهم لا ضو لا ما لا ترونسبور لا وسائل الاتصال، يعني فهمتيني. وكاينين بعض الحالات ديال الناس اللي مراض اللي ولينا كنتكلفوا بهم، تنحاولوا نساعدوهم قدر الاستطاعه بمساعده المحسنين. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقني للخير ويجعل هذا الشيء مغفرة الذنوب ديال السنوات الماضية، يعني كما نقول لك سنوات الجهل، أنا كنسميها سنوات الجهل. نصيحة للشباب، ما نكرهش الشباب ياخذوا هذه المبادرة، وأنا داري مفتوحة ووقتي كله ليهم. أنا هذا نداء للشباب، لا الشباب ولا الشابات، اللي بغاو ياخذوا هذه المبادرة على العاتق ديالهم ويجيو يتعلموا شروط التغسيل والتكفين، فمرحبا، الباب مفتوح في اي وقت في اي مناسبه، ما كاين حتى شي مشكل. انا ندوي لك دابا نشرح لك الطريقه ديال التكفين ديال الرجال. الرجال الكفن هو هذا، الراجل كيتكفن في ثلاثه ديال الطرف، انت هنا شتي الطرف الاول والطرف الثاني والطرف الثالث. انا كنفصل الكفن هنايا في داري، كنفصلو ستوندال، بعد الخطرات كنمشيو لدار الميت كنلقاو الناس الله يرحم ضعفنا ما عندوش فين يتغسل، ما عندوش فين يتكفن، ما عندناش فين نفصلو الكفن، وهذا كنتكرفصو شويه، وليت كنفصل الكفن هنايا في داري، كنفصلو ستوندار، يعني كيجي مع المقاسات ديال الجميع، سواء كان الانسان غليظ وسمين، سواء كان الانسان معوض، المهم ستوندار، يعني كيجي مع كل شيء. قبل ما كنجمعو الميت، هذا كنديروه هنا في الوسط، هذا الطرف كنديروه في الوسط. علاش كنديروه في الوسط؟ بعض الخطرات كنطيحو في شي حالات اللي تيكونوا مرضين كيسيلوا بالدم مثلا هكا، المهم هذا كنديروه في، يعني كنديروه شحال نقول لك، باش ما كيفسدناش الكفن، باش ما يتطلعناش الكفن، كنديروه في الضبور ديال المتوفي. هذا الطرف خلاص قبل في التغسال، هذا هو اللي كنغسلوا به مسائل ديال الميات والضبور ديالو وداكشي، زياده على الليغات والمسائل ديالها. هادو ثلاثه ديال الطرف باش كنجمعوا الكفن، ها هما.
هادو كيكونوا هما الولاعات كنفرشوا الكفن من تحت، يعني تيكون واحد في الراس كما كتشوفوا، واحد في الراس، واحد في الوسط، في الوسط، وواحد في الرجلين. هادو هما اللي كيجمع، هادو انا درتهم لكم من الفوق ولكن هما راه تيكونوا من التحت تيتفرشوا، هما الولاعات كيتفرش الكفن من الفوق، باش ملي كتجمع الكفن كتلقاهم نازلين من التحت بلا ما تحتاج تهز الميات وتقلبوا ولا تعدلوا ولا هذا. زيادة على هذا الشيء، قبل ما نحطوا الميت كنعطروا الكفن هكا ضروري، كتعطروا مزهر وشي مسائل ديال الطيب ضروري فيه، وكتاخذ الميت. هذا نوع من الطيب ديال الاموات. دابا انا كنصوبهم وكنديهم معايا لدار الجنازه واجدين، فهمتيني؟ ما كنحتاجش نديرونجي مالين الجنازه، عطيوني ولا جيبوا لي ولا كنمشي واجد ناضي في امان الله. صافي كنجمعوا الميت، في كل ميت هذا كنجمعوه. هذه هي الطريقه ديال تكفين الاموات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.